قريبا وفي رمضان مسلسل مليحة، ومسلسل مليحة هيبقى هنا برضو بص على القوى الناعمة المصرية بتشتغل ازاي. هيتناول قضيتنا المركزية، هيتناول في سياق درامي فلسطين، وهيتعرض المسلسل بإذن الله في 2024. طيب خلينا نحاول، يعني زي ما كنت بقول لكم انه هذا المسلسل هيتعرض في رمضان 2024 من ضمن مجموعه كبيره جدا من انتاجات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. المسلسل ده هيبقى 15 حلقه. طيب مين الابطال؟ مش هقول لك كل الابطال، لكن خليني اقول لك ان في استاذه ميرفت امين، هيبقى في دياب، انا بحب دياب جدا، هيبقى في الفنانه الفلسطينيه سيرين خاس، هيبقى في الدكتور اشرف زكي، هيبقى في امير المصري هذا الفنان المصري برضو القوي جدا النجم جدا والعالمي جدا، هيبقى فيه مروة أنور، هيبقى فيه أستاذ حنان سليمان، هيبقى فيه فنانين كتير جدا. المسلسل من تأليف أستاذة رشا الجزار وإخراج الأستاذ عمرو عرفة. شفت أنا ابتسمت إزاي؟ أنا بحب أستاذ عمرو عرفة قوي قوي. يعني شخصية مليحة هتبقى بطبيعة الحال بتجسدها الفنانة الفلسطينية شيرين خاس. يمكن دي كده ايه ملخص سريع، بس خليني اخد معايا على التليفون مؤلفة المسلسل استاذة رشا الجزار. اهلا بيكي. مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء النور يا استاذة رشا. دخلة هادية جدا مع انه المسلسل يثير حماستنا جدا. معلش بنام الساعة 8. اوبا ده احنا كده عملنا مشكلة كبيرة، عملنا مشكلة كبيرة. بنعتذر لك طبعا ان احنا مسهرينك معانا، بس يمكن المسلسل يثير شهيتنا في ان احنا نتحدث عنه ونعرف. مش هتحرقي المسلسل انا عارف، ومش هتقدري وتقولي لي تفاصيل، لكن عايز اعرف ملامح. اسمح لي اولا ان انا امسي على كل متابعينك، ومن ثم نقدم كلنا تحيتنا للشعب الفلسطيني الشقيق والحبيب، ونشد على ايديهم ونسمي نضالهم وصمودهم ضد الاحتلال. مليحة مسلسل 15 حلقة زي ما حضرتك قلت، هنبقى ان شاء الله في النص الثاني من رمضان. هنتطرق في سياق درامي لملامح مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وحنقدم كل دعمنا للقضية وللحق الفلسطيني من خلال السياق الدرامي. زي ما حضرتك قلت، مليحة هي الفنانة الفلسطينية الشابة سيرين خاص، وبطولة دياب وعلي الطيب وأمير المصري أستاذ ميرفت أمين، أستاذ أشرف زكي، مدام حنان سليمان، مجموعة كبيرة. يعني إن شاء الله ربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم. يعني المسلسل مش سياسة ولا المسلسل تاريخ، ولكن المسلسل قصة إنسانية. المسلسل دراما اجتماعية إنسانية من خلال رحلة الأبطال. بنتطرق للقضية الفلسطينية. الرحلة بتبدأ من كام سنة؟ من 12 سنة. من 12 سنة. عندنا زمنين، يعني عندنا 12 سنة وبعد كده عندنا الفينال مفاجأة. الفينال مفاجأة هيبقى ايه؟ لا مفاجأة بقى. عايز احرقها لك؟ ما انا تلاقيني وطيت صوتي كده، كلمت صوتي واطي. لو انا صوتي واطي فكده هنام. يعني ما تبقيش واخده بالك ولسه قايله لي ان انا منام من 8، فيعني كده غالبا كل البطاريات فضيت، فايه ويا ترى المفاجأة هتبقى ايه؟ لعل انك تروحي واقعة بالكلام. لا 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 هبقى مركزه معاك، لا هبقى مركز ان شاء الله. الفينال تبقى مفاجاه، بس هي احداث المسلسل بتدور على فترتين زمنيتين. أوكي. فتره 2000. أوكي. سنه 2000 و2012. يعني عمليا نطاق زمني كامل حوالي 24 سنه تقريبا، وده عمر مليحة تقريبا. انا شاطر. برافو عليك. صح كده؟ انت استاذ في الفن. لا ولا استاذ في الفن ولا حاجه، انا بحاول بس اتلمس الخطى قدر الاستطاعه. طيب ده تقريبا هيبقى عمر مليحة. امير هيعمل ايه في المسلسل؟ امير هيعمل دور شقيق دياب، شقيق البطل. حلو. ودياب هيعمل ايه؟ دياب ضابط حرس حدود. ايه ده؟ ضابط في سلاح الحرس الحدود، جيش. اوكي. وامير اخوه. اخوه. وأستاذة ميرفت مامته.
مامة دياب وأمير. مامة دياب وأمير. أستاذة حنان سليمان مرات خالهم. أوكي. ومامة يعني وصاحبة مامتهم طول حياتها. حلو. صديقة العمر. صديقة العمر. دكتور أشرف زكي جوز مدام حنان سليمان خالهم، خال أدهم وأمير. هايل. أدهم اللي هو دياب. أنا أوكي. خلاص دلوقتي ما بقتش أعرفهم بأساميهم الحقيقية. خلاص كده بقت الأسماء. بقت الأسماء. بقت الأسماء. بالظبط. إحنا بإذن الله متأكد إن إحنا هنشوف مسلسل حلو مختلف وبديع، وأكيد هيرضي عقولنا ويرضي عواطفنا الوطنية أيضا يعني. أنا متأكد من ذلك. إحنا أقصى طموحنا كصناع إن رسالتنا توصل للأذهان وللقلوب، ونقدر من خلال نطاق درامي نوصل رسالة ندعم فيها القضية والحق الفلسطيني، ونقدم لكم وجبة درامية تكون لطيفة عليكم في رمضان. فنتمنى ان احنا ننجح في ان احنا نوصل لقلوبكم. انا اجزم ان المسلسل هينجح، عايزين بعديه فيلم. السينما تاريخ، فعايزين فيلم. أتمنى. على فكرة الفن المصري طول عمره كان بيمتثل للقضايا العادلة ولحقوق الشعوب. صحيح. العربية بالذات، وشفنا ده في الخمسينات لما أستاذ يوسف شاهين وأستاذ يوسف السباعي وأستاذ نجيب محفوظ عملوا الفيلم بتاع جميلة بحريد. طبعا. وده كان بيقدم كل الدعم، وكان فيلم مصري لكن كان بيقدم كل الدعم للشعب الجزائري في نضاله في معركة التحرر ضد الاحتلال الفرنسي. والفيلم بيصنف من ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. وشفنا ده في نطاق الدراما في الثمانينات وفي التسعينات، الحاجات اللي احنا تربينا عليها، ازاي الفن كان بيشكل وجداننا وكان بيمتثل لقضايانا العادلة، ويعني وبيعبر عن هموم وعن آمال وعن طموحات الشعوب العربية. وفلسطين بالنسبة لنا هي قضيتنا كلنا، لأن طبعا هي في المقام الأول قضية عادلة وقضية إنسانية وقضية كل إنسان حر في العالم، وإحنا بنشاركهم المشاعر والألم، وفي الآخر إحنا عدونا التاريخي والاستراتيجي واحد. صح. فإحنا شعب واحد وأمة واحدة ونطاق جغرافي واحد ومصير واحد، فانتصارهم انتصار لنا كلنا. وإن شاء الله قريب جدا يعني تتحرر كل أراضينا العربية والناس دي تمتلك حقوقها. ودور مصر على مر التاريخ في الدراما وفي السياسة وفي يعني دور مصر الدبلوماسي وعلى نطاق المؤسسات وعلى نطاق الفن، طول عمر مصر بتمتثل لقضايا الأمة العربية. كام جملة يساوي مليارات الدولارات بجد والله، أو مليارات الدينارات الكويتية باعتبارها أغلى عملة في العالم. والله بكلمك بجد وبحييكي من قلبي. أشكرك جدا 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 أستاذة رشا. أسيبك تلحقي تنامي لأن احنا مسهرينك، وبإذن الله هننتظر متأكد أنه مسلسل رائع. بالمناسبة ده بيخليني أحيي جدا المتحدة على إنتاجها وتحمسها لهذا العمل، ودي حاجة الحقيقة تدعونا جميعا للفخر بشركتنا المصرية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدور اللي بتلعبه في التركيز على كل القضايا ومنها قضيتنا المركزية، قضية الصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط. شكرا للمتحدة، ده من قلبي والله العظيم.